اهلا بكم مشاهدينا الى هذه التغطيه الاخباريه. مشاهدينا اهلا بكم الى هذه التغطيه الاخباريه تاتيكم على الهواء عبر الحياه الان. نبداها معكم باهم العناوين. جامعة أجناد مصر الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان تعلن مسؤوليتها عن تفجير جامعة القاهرة، وأجهزة الأمن تبدأ التحقيق في الحادث. محلب يعلن استرداد أراضي قيمتها 94 مليار جنيه الأسبوع المقبل، ومهلة للمخالفين بأراضي الطريق الصحراوي لتقنين الأوضاع. البابا تودروس يغادر القاهرة متوجها إلى روسيا في زيارة رعوية لمدة يومين، ويستأنف وعظته الأسبوعية 5 نوفمبر القادم. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل، حيث أعلن تنظيم أجناد مصر أحد الأذرع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في بيان له أمس مسؤوليته عن تفجير جامعة القاهرة، والذي أسفر عن إصابة 11 من الشرطة والمدنيين. هذا وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، وفحصت عدد من المشتبه بهم لبيان علاقتهم بالتفجير. من جانبه قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام إنه تم رصد ضبط لتجمع عدد من طلاب الإخوان في الأزهر وعين شمس وتوجههم لجامعة القاهرة لاقتحامها صباح الأربعاء. وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أمس إنه أثناء تعامل القوات معهم وعند هروبهم ألقوا كيسا به العبوة الناسفة، ثم قاموا بتفجيرها عن طريق تايمر في محيط جامعة القاهرة. وأضاف إن طلاب الإخوان نظموا مسيرات لاتخاذها ساتر لتنفيذ مخططهم الإرهابي وزرع العبوة الناسفة. وعلى صعيد متصل، كشفت معاينة النيابة العامة إن العبوة زرعها شخص مجهول عقب انصراف القوات لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، وعقب وصولها فجر العبوة عن طريق هاتف محمول. وتبين من المعاينة إن المتهم كان موجودا في محيط ميدان النهضة وانتظر حتى وصول القوات قبل أن يفجر العبوة التي احتوت على بارود ومسامير. وأشارت المعاينة إلى أن الطريقة التي زرعت بها العبوة مشابهة لواقعة اغتيال العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة منذ أشهر. وقالت إن المصابين جميعهم مصابون بشظايا في الوجه والقدم والصدر. وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة المعنية بالجيزة إن المتهم كان يستقل سيارة ميكروباص راقب القوات قرابة 3 أيام، واستغل أحداث الشغب داخل الجامعة وزرع العبوة في كشك مرور مكان تمركز الأمن. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية زار المصابين في المستشفيات أمس للاطمئنان على حالتهم الصحية. وكان انفجار قد وقع أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة عصر أمس في المكان الذي شهد 3 تفجيرات العام الماضي، ونتج عنها استشهاد العميد طارق المرجاوي. وأصيب في انفجار أمس اللواء جمال حمدي نائب مدير أمن الجيزة و6 من ضباط وأفراد الشرطة و4 مدنيين بينهم سيدة أصيب ببتر في الساق. قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الحالة الأمنية في تحسن دائم ومستمر، وإن حجم التعدي في الشارع جنائيا بدأ ينحصر. وأوضح إن جماعة الإخوان فشلت وغيرت خطتها عن طريق استخدام الجامعات لإحداث نوع من الفوضى. وأضاف إن طلاب جماعة الإخوان الإرهابية يخططون لاقتحام كلية دار العلوم جامعة القاهرة بعد الخروج في مسيرة من جامعة الأزهر، مؤكدا في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار إن الشرطة تعي هذا المخطط وجاهزة للتصدي له. هذا وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها بمعاقبة 26 متهما من تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية خلية مدينة نصر بالسجن لمدة تراوحت ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 عاما و10 سنوات و7 سنوات وبراءة حدث.
لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وكذلك اتهامهم بتأسيس وإدارة جمعية تنظيمية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. المحكمة أولا حضوريا واحد بمعاقبة كل من المتهمين طارق طه عبد السلام أبو العزم، محمد جمال عبده أحمد الكاشف، عادل عوض شحته علي الغنام، بسام السيد إبراهيم السيد أبو الخير، هيثم السيد إبراهيم السيد أبو الخير، رامي محمد أحمد السيد الملاح، نبيل محمد عبد المنعم الشحات، طارق يحيى هلي المحمود، علي محمد سعيد المراغني بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. اثنين بمعاقبة كل من المتهمين وائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن وإسلام طارق محمد رضا محمد غريب وهاني حسن راشد رشيد وسعد أحمد سلام أحميد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عن التهمة محل الاتهام بالبند ثالثا وببراءتهم عن الاتهام المسند إليهم بالبند رابعا المبين بأمر الإحالة. 3 بمعاقبة كل من المتهمين عماد عبد النبي محمد إمام وسامح أحمد شوقي محمد محمود ونور الدين سالم محمد إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسند إليهم. 4 ببراءة محمد سمير سلام محمد مما أسند إليه ثانيا غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين حاتم مختار عبد الله السعيد سامي محمد عبد الله سليم المغربي وحسن سلام عودة أبو منونة بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. 2 بمعاقبة كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد حسن فاروق حسن علي عبد الجليل عمر رفاعي سرور حسن أحمد محمد رياض الشراكي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم. 3 بمصادرة كافة المضبوطات عدا السيارتين رقم 63829 نقل الإسماعيلية والسيارة ماركة أوكتافيا فتسلم كل منها لمالكها أو وكيله بالإيصال اللازم. 4 إلزام كل من المتهمين المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. 5 وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. هذا وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إن الدولة على علم بأن الأداء الحكومي ليس هو الأمثل وعلى كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه من جهد ولا أحد فوق الحساب. وبعض وسائل الإعلام تحدثت عن وجود تقصير بصورة دخلت في إطار التجريح. وأعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالأمس إن الأسبوع المقبل سيشهد قرارات عاجلة لها قوة القانون لاسترداد أراض تتجاوز قيمتها 94 مليار. وأشار محلب إلى وجود فئة تهدف لاستدراج الشرطة للدخول إلى الجامعة وإن الاستعانة بشركات أمن خاصة كان هدفه التأكد من عدم دخول عناصر من خارج الجامعة. الهجوم على الحكومة ككل كان يجب فعلا أن احنا نطلع ونتكلم ونشرح إيه المطلوب النهاردة، نشتغل ونشتغل بجهد وفي جميع الأحوال. وبرجع أقول أي واحد فعلا حاسس أنه لن يستطيع أن يؤدي لازم يترك موقعه عادي جدا. انا مش قادر اشيل،
لكن طالما هو بيبذل جهد وطالما احنا شايفين ان ما فيش حد يعني النهارده نقول انه بيفرض نفسه على وظيفه معينه او على مركز معين، احنا كل واحد فينا بيبذل اقصى ما عنده من جهد. نيجي للجامعه، موضوع خارج موضوع اللي هو بعض الدفع للمظاهرات، موضوع المستشفى سموحه. مستشفى سموحه الحقيقه كان مستشفى متوقف بقاله سنين، وانا مركز جامد على ان احنا فعلا ندعم الخدمات الطبيه بالمستشفيات الجامعيه سواء في الدمرداش او في القصر العيني او في وزير التعليم العالي ايه احتياجاتك، ادينا له كل الاحتياجات من شهرين ونص، الحمد لله المعدات كانت متواجده كاملا، المنشأ انتهى كاملا بعد توقف سنين. السيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي ذهبوا إلى الإسكندرية ورجعوا وادوني تمام إن فعلا هذه المستشفيات، هذه المستشفى جاهزة للافتتاح. رحنا وفتحتها، وأنا بعد أي زيارة، لأن النهاردة إحنا شغالين في منظومة إحنا بنكافح وبنضرب الفساد في مقتل، إحنا سنواجه مواجهة شرسة وحقيقية لكل من، ويمكن إحنا اتكلمنا فيه، استولى على أراضي الدولة. احنا بنتكلم على 94 مليار، على مليارات كتيرة الدولة محتاجة. هل بقى ان لما نواجه حد ونقول يعني احنا عارفين ان احنا لما هنواجه هذه المواجهات قد يكون هناك البعض يعترض، احنا المجتمع هو اللي هيقف معنا، الشعب هو اللي هيقف معنا. قرر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة تشكيل لجان معينة ولجان تثمين لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في المنطقة المحصورة بين الكيلو 42 والكيلو 84، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها اليوم الخميس لتوفيق أوضاع المخالفات في هذه المناطق للمتقدمين بطلبات قبل 31 ديسمبر 2013. تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الخميس 8000 مقبرة جاهزة بمدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة كمرحلة أولى بنظام حق الانتفاع على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز. وقال المهندس مجدي فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية إن كراسة الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان نظير سداد مبلغ 200 جنيه، وذلك اعتبارا من 2 نوفمبر المقبل. ومن وزارة الإسكان إلى وزارة البيئة، حيث قال الدكتور خالد فهمي إن الوزارة تتبنى عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلويث نهر النيل والحفاظ عليه، وأن تشارك في الإعداد للاستراتيجية القومية لمياه نهر النيل، كما تقوم بالرصد الدوري لمياه النهر والتفتيش البيئي على مصادر تلويث النهر المختلفة سواء كانت صرف صحي أو صناعي أو زراعي، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة السياحة وكافة الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لبذل كافة الجهود للحفاظ على النهر. قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشونال وقعتا أمس الأربعاء مذكرة تفاهم بشأن التباحث والتفاوض على إنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة قدرة 2300 ميجاوات بموقع مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لدعم وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في مشروعاته. وأوضح الدكتور شاكر إن المحطة تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي والسولار كوقود بديل. لقى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد استقبالا حافلا لدى وصوله مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الخرطوم للمشاركة في المؤتمر الرابع لحزب المؤتمر الحاكم في السودان، حيث تم توجيه دعوة رسمية للبدوي لحضور المؤتمر الذي يبدأ أعماله اليوم الخميس بالخرطوم.
وأكد الدكتور السيد البدوي على عمق العلاقة بين شعبي وادي النيل مصر والسودان، وكذلك على أهمية العلاقة بين حزب الوفد والأشقاء في السودان. وأشار البدوي إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس السوداني عمر البشير لمصر كان لها أثر إيجابي كبير جدا على الشعب المصري. وكان الدكتور إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الحاكم بالسودان قد أعلن أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد المؤتمر العام الرابع للحزب والمقرر له اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوات لعدد من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية والحزبية الممثلة لعدد 48 دولة عربية وأجنبية من مختلف دول العالم. أمرت النيابة العامة بفتح التحقيق أمس الأربعاء في واقعة تسمم 178 تلميذا بمدرسة سعيد البشتيلي الابتدائية في قرية العمدة بالسويس. وكشفت التحقيقات أن الأطفال تناولوا الوجبة الغذائية المدرسية والتي تحوي على عبوات لبن، ثم أصيبوا بحالة من القيء والإسهال، حيث تم إسعاف 172 منهم، في حين ما زال يجري علاج 6 تلاميذ طبقا لبيان صادر عن النائب العام. وقررت النيابة التحفظ على عينات قيء التلاميذ وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، كما استدعت مدير المدرسة ومشرف التغذية لسؤالهما. مشاهدينا فاصل، نعود بعده لاستكمال جولتنا الإخبارية. الحياة الآن يتواصل معكم بعد فاصل، انتظرونا. مرة أخرى أهلا بكم، نستكمل معكم جولتنا الإخبارية وإلى قناة السويس، حيث موقع حفر قناة السويس الجديدة الذي زارته اليوم حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زارت موقع الحفر في قناة السويس ترافقها زوجتا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع. وأثنت قرينة الرئيس على ما وصفته بالمجهود الجبار الذي يبذله العاملون في حفر القناة، وقالت إن ما يقومون به سيسجل بأحرف من نور في كتاب التاريخ بعد أن صنع أجدادنا المعجزة في حفرهم القناة عام 1859، مضيفة إلى أن المصريين عودوا العالم على مواجهة المستحيل. ملحمة وطنية كبيرة تشهدها منطقة العمل في قناة السويس الجديدة، حيث يواصل أكثر من 20,000 عامل أعمال الحفر والتكريك في المشروع طوال اليوم دون راحة، ليسابقوا الزمن من أجل تسليم المشروع قبل ميعاده المحدد في مطلع أغسطس من العام المقبل. 82 يوما فقط أنجزت فيها الهيئة الهندسية المشرفة على المشروع حفر أكثر من 72 مليون متر مكعب من أعمال الحفر الجاف، وينتظر أن تكون المرحلة القادمة هي الأصعب بتكثيف أعمال التكريك والحفر أسفل المياه، وهو ما استعدت له إدارة المشروع بالاتفاق مع عدد من الشركات العالمية لتوريد كراكات جديدة تساعد على سرعة إنجاز المشروع. مشروع قناة السويس الجديدة تحول إلى مشروع قومي لجميع المصريين، فهو الأمل لإنقاذ الاقتصاد المتدهور بما سيحققه من عائد يصل إلى 100 مليار جنيه. وظهر التأييد الكبير للمشروع في توالي الزيارات الشعبية لموقع الحفر، وقبل ذلك توفير قيمة المشروع خلال 8 أيام فقط من طرح شهادات استثمار المشروع. عثرت الأجهزة الأمنية أمس على مخزن سري يخص إحدى الجماعات المسلحة التكفيرية جنوب العريش، ويحتوي على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام التي تدخل في صناعة الصواريخ. كما وجدت بداخله 360 أسطوانة بوتاجاز وثلاثة قنابل يدوية وثلاثة أجهزة لاسلكي. يغادر البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البلاد متوجها إلى روسيا في زيارة رعوية خلال اليومين المقبلين، معتذرا عن اجتماعه الأسبوعي المقبل على أن يستأنف عظته الأسبوعية في 5 نوفمبر المقبل.
وقال البابا تودروس إن السبت المقبل ستحل الذكرى السنوية الأولى لضحايا حادث كنيسة العذراء بالوراء، وسيرأس القداس الإلهي للذكرى السنوية لهم. على صعيد آخر، وصل الأنبا بخوميوس مطران البحيرة والمدن الغربية أمس إلى أرض الوطن منذ قليل بعد رحلته العلاجية في لندن والتي استمرت قرابة شهرين. وكان مطران البحيرة قد سافر إلى لندن 27 أغسطس الماضي بعد إصابته بمرض حمى النيل الغربية وتماثل للشفاء وغادر المستشفى منذ عدة أيام. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أمس أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يشن حملة على الجمعيات الخيرية التي تستخدم كواجهة لتمويل المنظمات الإرهابية. وأعلن كاميرون عن مبلغ يقدر بثمانية مليون جنيه استرليني في إطار دعم خطة الحملة ومشروع قانون حماية الجمعيات الخيرية قبل اجتماع فريق عمل التطرف الذي يبحث استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب. ونشر كاميرون مشروع القانون الذي يأتي وسط شكوك في جدية جهود المملكة المتحدة لوقف التمويل من الوصول إلى إرهابي تنظيم داعش، ويشمل مجموعة من التدابير مثل حظر الأشخاص المدانين في بعض الجرائم الجنائية مثل الإرهاب أو غسيل الأموال من العمل في الجمعيات الخيرية، ومنح سلطات جديدة للإطاحة بأي شخص من جمعية خيرية إذا رأت أنه غير صالح للعمل بها، إضافة إلى إغلاق أي جمعية يثبت التحقيق أنها تخاطر بتفويض الثقة العامة فيها. يبدأ سامح شكري وزير الخارجية اليوم زيارته إلى ليبيا، ويصل إلى مدينة طبرق في أول زيارة لمسؤول عربي رفيع المستوى إلى المدينة التي تستضيف مسؤولي البرلمان الليبي ومقر حكومة رئيس الوزراء عبد الله أثني. ويجري شكري والوفد الدبلوماسي المرافق له سلسلة اجتماعات مع أعضاء البرلمان الليبي، كما سيجتمع مع أعضاء الحكومة الليبية، وتتناول المباحثات تطورات الأوضاع على الساحة الليبية خاصة في ظل العمليات العسكرية المتصاعدة بمدينة بنغازي. وقال مصدر إنه من بين جدول الأعمال أن يبحث وزير الخارجية إمكانية إنشاء قنصلية مصرية في طبرق لتسهيل عمليات سفر المصريين من ليبيا إلى القاهرة بعد الأزمة التي حدثت في معبر رأس جدير مع الحدود التونسية بسبب عدم وجود بعثة دبلوماسية مصرية في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وعلى ذات الصعيد بخصوص الشأن الليبي، أصدر زعماء القبائل الليبية في ختام اجتماعهم والذي استمر على مدى 3 أيام في القاهرة في إطار ما يعرف بالملتقى الأول لزعماء القبائل الليبية، من ختاميا أكدوا فيه أن الصراعات السياسية والفكرية تنامت بمساعدة أقطاب خارجية لها مصالح وأهداف بالمنطقة. ولفت زعماء القبائل إلى أن الملتقى خلص إلى أن الحوار الوطني الشامل خيار أساسي للوصول إلى توافق عام يسهل ويسرع عملية قيام الدولة شريطة أن لا حوار مع من يستخدم السلاح، وإن ثوابت إقامة الدولة هي وحدة التراب الليبي، مؤكدين على دعمهم لمجلس النواب ولحكومة عبد الله الثني. مع تفاقم الأزمة في ليبيا التي تهدد بانهيار الدولة وتقسيم البلاد، تواصل مصر جهودها للم شمل الليبيين لتجاوز صراعاتهم التي تغذيها القوى الإقليمية والدولية. وكان آخر الجهود المصرية استضافة القاهرة لثلاثة أيام من الحوار بين ممثلي القبائل الليبية باعتبارهم أساس المجتمع الليبي والخطوة الأولى لأي حل سياسي. الاستجابة الكبيرة من أبناء القبائل للمشاركة في المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية كان مؤشر على دور مصر داخل ليبيا ونظرة الليبيين للقاهرة باعتبارها الطرف المحايد الذي يمكنه لم شمل الليبيين. الجهود المصرية لمساعدة ليبيا لم تنقطع منذ ثورة 17 من فبراير، حيث شاركت مصر في تأسيس رابطة دول الجوار الليبي، وأطلقت مبادرة منذ أسابيع للحل السلمي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، كما كانت الأزمة الليبية بندا أساسيا في مباحثات المسؤولين المصريين مع ممثلي المنظمات الدولية. ويبقى الحل السلمي في يد الزعماء الليبيين أنفسهم إذا أرادوا الاستماع إلى مطالب الشارع الليبي الذي يريد الاستقرار وبناء دولته بعد 3 سنوات من ويلات الحرب.
ربحت البورصة 6 مليارات جنيه في تعاملاتها أمس الأربعاء مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 2%، في حين ارتفع مؤشر اي جي اكس 20 بنسبة 1.9%، وأغلق مؤشر اي جي اكس 100 مرتفعا بنسبة 1.1%. تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على استاد الجونة بالغردقة في إطار منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري الممتاز. وبهذا التعادل يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط من 3 لقاءات ليرتقي للمركز الثاني عشر، كما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 3 نقاط من 5 مباريات ليحتل المركز السادس عشر. قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الأجهزة الأمنية وافقت إقامة مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة بحضور 20,000 متفرج، وذلك بعد جلسة جمعته بمسؤولي وزارة الداخلية، حيث رفض المسؤولون زيادة عدد المتفرجين إلى 50,000، في حين أخطر اتحاد الكرة رسميا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أمس الأربعاء بتأجيل المباراة 24 ساعة لتقام يوم 15 نوفمبر بدلا من 14 نوفمبر، في حين تحفظت الأجهزة الأمنية على إقامة المباراة يوم الجمعة نظرا لانشغالها بالتصدي للتجمعات الإرهابية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل الحرارة على باقي الأنحاء، وتزداد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها الشمالية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. مشاهدينا إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية، فاصل نعود بعده لقراءة عناوين ومنشطات الإصدارات الصحفية لصباح الخميس، يصحبنا فيها الكاتب الصحفي الكبير أستاذ سليمان جود. مشاهدي الحياة الآن مرة أخرى أهلا بكم، يتواصل لقائنا وجولة مع أهم منشطات وعناوين لإصدارات صحفية لنهار الخميس، يصحبنا في هذه الجولة الكاتب الصحفي الكبير أستاذ سليمان جودة، أهلا بك. أهلا وسهلا. النهاردة يعني أكتر ما توقفت أمامه من أحداث قبل ما نقول منشطات كان إيه؟ والله أنا توقفت قدام تصريح رئيس الحكومة اللي هو منشط أهرام بكرة اللي بيتكلم عن أداء الحكومة ليس الأمثل. وده في حد ذاته بعتبره اعتراف من المهندس إبراهيم محلب بأنه أداء حكومته لا يرضيه، وإن هو هذا الأداء دون الطموح اللي بيطمح إليه رئيس الحكومة. بس هو بيقول إحنا بنبذل أقصى جهد، وإنه اللي بيشتغل بيبذل أقصى جهد. لا ما هو يعني ده مفروغ منه، يعني ما أي حكومة بتقول إن هي بتبذل أقصى جهد، لكن المهم في النهاية الجهد ده له نتيجة ولا مالوش، وواصل للناس ولا مش واصل. هو دعا كمان اللي مش قادر يكون يعني سادت في مكانه انه يريح. لا بس هنا برضو في الحتة ديت الواحد لازم يعني محتاجة نقاش، يعني لانه طبعا المهندس إبراهيم محلب كرئيس حكومة تقريبا ما بينامش الليل في سبيل ان يكون الاداء افضل مما هو عليه، لكن هو معاه وزراء في الحكومة أنا أعتقد أنه تورط فيهم. تورط بمعنى أنه يعني أخطأ الاختيار، أو يعني تصور أنه هيكون مناسب، ولا أنه يعني تورط بمعنى أنهم فرضوا عليه مثلا؟ لا مش هو بمعنى أنه تصور أنهم هيبقوا كويسين، وهو تصور لأنه لو إحنا فاكرين في أثناء التعديل الوزاري اللي فات
كان هناك الحاح شديد من الاعلام على المنصر المحلب ان هو بسرعه يشكل حكومته. ايوه حقيقي. لدرجه ان هو يعني انا اظن بسبب هذا الالحاح اضطر يعني يحط اسماء معينه في وزارات محدده هو ليس راضيا عنها كل الرضا. لكن بعد شهرين او ثلاثه من هذا التشكيل اذا تبين له ان هناك وزراء في حكومته لا يؤدون كما يجب ان يؤدوا وان هم لا يرضوه كرئيس حكومه ولا يرضوا الناس في الشارع، اظن ان هو عليه ان يتخلص منهم لانه في النهايه هم عبء عليه كرئيس حكومه. بس كان في كلام ان ما فيش تغيير وزاري قبل الانتخابات. النهارده في تصريح من بيان من رئاسه الجمهوريه، وانا الحقيقه انا برضو شايف انه بيان غريب لانه البيان بيقول لك انه كان في شائعات الفتره اللي فاتت عن انه هناك تعديل وزاري قريب. تعديل يعني هتشيل ثلاث اربع وزراء خمسه ايا كان العدد، مع لكن الحكومه كحكومه باقيه. البيان رئاسه الجمهوريه اللي صدر امبارح بيتكلم عن انه لا تعديل وزاري الان وانه تعديل القادم هو بعد انتخابات البرلمان. ده كلام اظن ان رئاسه الجمهوريه عليها ان تراجع نفسها فيه. لانه احنا عارفين انه في هناك تصريح اخير للمهندس ابراهيم محلب عن انه انتخابات البرلمان قبل فبراير. فهنفترض ان هي في فبراير، معناها انك انت لا تعديل وزاري قبل مارس مثلا. فهل من المعقول ان يبقى هناك وزراء هناك حاجه الى تغييرهم في الوزاره ونستنى الى مارس ويفضلوا بهذا الاداء العاجز في الحكومه؟ وخاصة النهارده تصريحه يعني كان بيقول بمنتهى الصراحة انه، وده منشط الأهرام الخميس، انه أي وزير غير قادر على القيام بمهامه يغادر منصبه. وهنا برضه أستاذة دينا كلام محتاج مراجعة ومناقشة. يعني يغادر؟ ما حدش هيغادر من نفسه. يعني احنا ما فيش تغيير في الوزراء، لكن اللي عايز يستقيل يستقيل؟ لا، ما حدش هيستقيل. يعني لازم يقال من موقعه. يعني رئيس الحكومة وقبله رئيس الدولة، إذا كان شايف أن هناك وزير أو اثنين أو ثلاثة لا يؤدوا على النحو الواجب وأن هم في النهاية عبء على الحكومة وعبء على الأداء العام، فدول ما نستناش عشان هم مش هيمشوا. طب المؤتمر الصحفي النهاردة اللي كان مع الإعلاميين، هل عايز تتوقف قدامه حضرتك في بأي إشارة؟ مؤتمر رئيس الحكومة؟ آه والله، ما هو ده، ما يعني الاهم فيه هي الجزئيه ديت، لا الكلام اللي توجه للاعلاميين كمان. والله الاعلاميين انا اعتقد انه يعني مش اول مره يوجه مش كلام، ده نقد للاعلاميين. واحنا عارفين ان النقد ربما كان الاقوى كان من الرئيس السيسي ورئيس البشير اول اسبوع. وقبل كده الرئيس السيسي يعني وجه كلام مرارا للاعلاميين وللاعلام عموما على انه الاداء عليه ان يكون اكثر رشدا في مخاطبه الراي العام، واعتقد ان ده صحيح لانه هناك، ما اتكلمش طبعا عن الاعلام كله، لكن هناك اداء كبير في جانب منه من الاعلام المصري بيؤدي الى مشاكل. وحتى اثناء زياره الرئيس عمر بشير الى القاهره اول اسبوع، انا اعتقد انه كان هناك يعني بعض الاداء من جانب الاعلام خطا. وكاد ان يسبب مشاكل كبيره. ولم يكن يليق ان هذا الكلام يقال في ظل وجود الرئيس السوداني في القاهره. طيب ننتقل للاخبار. واصابه اربع ضباط وجنديين واربع مواطنين في انفجار قنبله امام جامعه القاهره، واستمرار لمسلسل ترويع الشارع المصري. احنا مقربين من انتخابات، الموضوع ليه علاقه ولا ليه علاقه بالمحاكمات الدائره الان، ولا يعني متصور ايه هذه الـ يعني الارهاصات لمرحله جديده مثلا من لا هي يعني من التعامل مع الشارع المجهد؟ ده مش جديد، ده متوقع، واذا لم نكن نتوقعه فنحن مخطئون. لكن ما ينفعش يحصل في هذه الواقعة تحديدا اللي حضرتك اتكلمت عنها تحصل بنفس الطريقة في نفس المكان. يعني في المكان ده يعني لقي الضابط طارق المرجاوي مسرعه، وبيقولوا بنفس الطريقة كمان وتحت نفس الشجرة تقريبا. يعني هل ده كلام يعني يقولك المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ فيعني بيلة تتحط في نفس تحت الشجرة. الأخبار بتذكر فعلا كده، أنه يذكر أن الانفجار الذي حدث بالأمس وقع في نفس المكان الذي وضع به انفجار إبريل الماضي وأصفر عن. لكن طبعا يعني الداخلية وضباط الداخلية وأفراد الشرطة بشكل عام يعني شايلين عبء فوق طاقة أي جهاز في جهاز شرطة في العالم. يعني في النهاية أنت أمام جماعة إخوانية لا تصدق حتى الآن أنها فقدت الحكم،
لا تصدق أن الشعب هذا الشعب لفظها وطردها من الحكم، وبالتالي هي بتخوض حرب مع المصريين. ده مش مصرع واحد هنا واستشهاد. يعني رأي حضرتك دي كلها ردود انتقامية؟ طبعا، يعني ده من يوم 30 يونيو 2013 حتى الآن وإلى فترة قادمة، أنت هناك قدام جماعة يعني كانت جاءت إلى الحكم بطرق نحن نعرفها، ولما كشفها المصريين وطردوها من الحكم أرادت أن تنتقم من المصريين أنفسهم الذين كانوا قد انتخبوها في يوم من الأيام وأخطأوا. يعني وكأنه، وده الحقيقة يعني مناسبة أن احنا نقول للسادة المشاهدين للمصريين جميعا، هذه هي الجماعة الإخوانية اللي انتم انتخبتوها في يوم من الأيام في سنة 2012 وفضلت في الحكم السنة، لما فقدت الحكم أعلنت الحرب عليكم، وكأن المسألة في النهاية أنه السلطة لديها غاية وليست وسيلة لخدمة الناس. يعني الإخوان والجماعة تتعامل الآن بهذه الطريقة وبهذه الحرب التي تشنها على المجتمع المصري وعلى الدولة المصرية، بتكشف عن ان طول بتكشف كل حاجه مش جديد برضه بتكشف كل يوم عن انه السلطه بالنسبه لها كانت هدفا في حد ذاته ولم تكن ابدا اداه او وسيله لتحقيق مصالح الناس، والا فماذا تفعل هي مع الناس الان في الشارع وفي الميادين وفي الجامعات؟ وكيف عادت الناس ايضا اثناء وجودها في يعني على رأس الدولة عندما كان مرسي؟ لا ده موضوع بقى يعني السنه دي من الاعداء مع الناس، يعني السنه اللي فضلوا فيها بالحكم ده قصة ثانية، لكن انا بتكلم عن ما بعد 30 يونيو 2013 وحتى الآن. اقصد ان هذه العداوة كمان يعني لها جذور. طبعا حتى وهم في الحكم، لكن فيما بعد الحكم مسألة ثانية، قصة ثانية. انه انت يعني العبارة الشهيرة اما ان نحكمكم او نقتلكم، ولا وسط في الموضوع. يتحكمون يتقتلون. طيب هل توقفت في الأخبار ايضا امام منشط او يعني هذا المقال لاستاذ محمد هنداوي؟ لا عفوا، هو مش مقال. مصر تطالب مجلس الامن بالتحرك لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، انه السفير عمرو ابو العطا مندوب مصر الدائم في الامم المتحده قال من خلال التحرك الفعال لمصر انها دعت لاتخاذ الخطوات اللازمه لسرعه انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وانها دعت مجلس الامن. وهنا يعني حضرتك حتى لو قريت الخبر في نهايته هتلاقيه ان هو مقتبس فقره من كلام الرئيس السيسي في المؤتمر اعاده اعمار غزه، ان مصر من منطلق دورها التاريخي والاقليمي ورؤيتها القائمه على مبادئ ثابته وقيم راسخه لا تدعو الى السعي باراده وتصميم لتحقيق التسويه الشامله والعادله. دي فقره من كلام الرئيس السيسي يوم مؤتمر اعاده اعمار غزه الذي عقد في القاهره، واحنا فاكرين ان الرئيس السيسي يومها وجه نداء مباشرا الى الحكومه الاسرائيليه والى الشعب والى الاسرائيليين انفسهم، انه وقال تقريبا بالنص ان الاوان لانهاء هذا الصراع، وان الاوان لان تقوم للفلسطينيين دوله على ارضهم. فيعني اذا كان النهارده مصر من خلال مجلس الامن بتطالب بهذا المطلب، واذا كان مندوب مصر في الأمم المتحدة بيطالب بهذا الكلام ويستشهد بفقرات من كلام رئيس الجمهورية في مؤتمر إعادة إعمار غزة، ففي النهاية ده كلام مهم، لكن ما الذي سوف يدفع مجلس الأمن إلى أن يهتم بهذا الأمر؟ ما الذي سوف يدفع المجتمع الدولي إلى أن يهتم بهذا الأمر وأن ينهي الصراع فعلا وأن تكون للفلسطينيين دولة على أرضهم؟ أنا تقديري أنه ده هيحصل لما يبقى الفلسطينيون أنفسهم لهم صوت واحد وحكومة واحدة ولسان واحد يتكلم باسمهم. لأنه حتى الآن وطوال سنوات فات كان في حكومتين، كان في واحدة في رام الله وواحدة في غزة. الآن في حكومة وفاق وطني، ويبدو أنه حماس خضعت لهذه الحكومة لأنها عرفت أنه إعادة الإعمار لن تتم إلا عن طريق حكومة واحدة وحكومة وفاق وطني، وما نتمناه أنه يبقى حكومة وفاق وطني بجد، وأنه بعد الإعمار ما تلجأش حماس إلى وتعود ريما إلى عادتها القديمة وتتنصل أو تتملص من الحكومة القائمة. وحضرتك عندك يعني أمل في أن اللي بتتمناه ده يحصل؟ يعني أنا فاكرة أيام المفاوضات الأخيرة اللي أدارتها مصر وكانت هنا في القاهرة كانوا بيرفضوا يعني أثناء الحوارات مع الممثلين للفصائل الفلسطينية الموجودين في مصر، كانوا بيرفضوا كلمة فصائل فلسطينية ويقولوا إحنا جايين كلنا الوفد الفلسطيني أو ممثلين لفلسطين ولسنا فصائل،
ولكن ما لبثنا أن خرجنا من هذه المفاوضات بلا شيء نتيجة لانفصالهم وللآراء المتضاربة. هو هناك ده في النهاية أمل بالنسبة لنا، لأنه ما حدش هيحرر أو يقيم دولة فلسطين إلا الفلسطينيين أنفسهم، يعني أيا كان المساعدة اللي هيجي لهم من جانبنا إحنا كمصر أو من جانب أي دولة أو حتى لو صوت مجلس الأمن البريطاني زي ما حصل اعترافا بالدولة الفلسطينية، ده في النهاية مش هيؤدي إلى شيء على الأرض إلا إذا كان الفلسطينيون أنفسهم يعني راغبين بجد، مش بالكلام، في أن تقوم لهم دولة على هذه الأرض الفلسطينية. وده مش هيحصل لحضرتك إلا لو أدركت حركة حماس إنها لابد أن تنصاع لحكومة الوفاق الوطني وأن تعمل تحت مظلتها، وألا تكون قد سيقت إليها أو انقادت إليها تحت ضغط حكاية إعادة إعمار غزة، وفي الإجمال أن تتخلص حركة حماس من حساباتها ومصالحها الإخوانية وأن تصبح فلسطينية لا إخوانية. في هذه اللحظة عندما تصبح حركة حماس حركة فلسطينية حقيقية لا حركة إخوانية، هيبقى بتعمل بصحيح في اتجاه القضية الفلسطينية، وهنا هيبقى الكلام في مجلس الأمن ومخاطبة مجلس الأمن هيبقى له مردود وله معنى. وإلا إزاي تقدر تخاطب مجلس الأمن وتتكلم طول الوقت لكن أصحاب القضية أنفسهم منقسمين؟ يعني عندما يكون لهم صوت واحد، حكومة واحدة اللي هي قائمة الآن، وما نفاجأش بعد شهر أو شهرين أن هي أصبحت حكومتين تاني، في هذه اللحظة هيبقى هناك فرصة حقيقية لأن يعرف أو يدرك المجتمع الدولي بأن أصحاب القضية أصبحوا إيد واحدة زي ما احنا بنقول. طيب هنتوقف مع الوطن عند الحادث اللي كان بالأمس، إصابة جنديين إسرائيليين أثناء مطاردة الجيش المصري للمهربين في سيناء. في بعض وكالات الأنباء قالت إطلاق النيران تم برشاشات وصاروخ مضاد للدبابات ومصادر لا إصابات في القوات المصرية. هو الحادث حواليه حتى الآن احنا هنا من جريدة الوطن يعني فيه روايات مختلفة، يعني هل هو مثلا مسلحين أطلقوا نار على الجنود الإسرائيليين، ولا هي كانت معركة ما بين قوات مصرية ومهربين على الحدود، يعني الروايات ما بين الروايتين دول تحديدا. لكن في النهاية علينا أن نعرف وأن ندرك أيضا أنه جماعات الإرهاب في سيناء تراهم من أيام فيما بعد الرئيس المعزول على أن تجر مصر أو تجر القاهرة بأي شكل في أو تورطها بأي طريقة في مشاكل حدودية مع إسرائيل. وأظن أن هذا لن يحدث لأنه لدى القاهرة وعي كامل بهذه المسألة. وفي كل الأحوال يعني الخبر في حد ذاته محتاج إلى معلومات أخرى، من هؤلاء، من الذي أطلق النار، ومن الذي سقط، ومين هم بالضبط. ربما إخفاء المعلومات ربما شيء مقصود يعني. بس يعني هي يعني ما تقدرش الخبر حتى الآن في أشياء ناقصة، أعتقد أنه هيكتمل خلال ساعات أو أيام جاية. مواجهات دامية قرب عملية الفلوجة وتدمير 90 سيارة مدرعة لداعش بالموصل، ده من الوفد. وبرلمان إقليم كردستان يصوت لإرسال قوات من البشمركة لمساعدة كوباني. دي القضية الكبيرة، قضية تنظيم داعش الإرهابي. وده الحقيقة يعني السؤال الأكبر في هذه المسألة، هل داعش دي حقيقة ولا متخذة ك يعني كعب أخيل زي ما بيقولوا في الأسطورة اليونانية، علشان يبقى القوات الأمريكية متواجدة في هذه المنطقة وإن الأمريكان يظلوا يستنزفوا أبناء أو الخليج تحديدا في محاربة هذا التنظيم. التنظيم زي ما أنت يعني يمكن حضرتك عارفة والسادة المشاهدين عارفين أنه موجود في مناطق في العراق ومناطق في سوريا. الشيء المدهش بقى أنه تركيا ظلت ولا تزال، ربما لا تزال إلى ساعات مضت، مترددة في محاربة هذا التنظيم. وكانت بينها وبينه صفقة شهيرة أن تبادل الأسرى مع بعض 59 مختطف في الموصل أفرج عنهم، ولا تزال حتى الآن تركيا ترفض الإفصاح عن معلومات حقيقية عن كيف تم الإفراج عن المختطفين وما هو البديل، لأنه البديل يقال الذي يقال أنه تمويل داعش ومد داعش بالسلاح يتم عبر تركيا، بيع البترول اللي بتستولى عليه داعش بيتم أيضا عبر تركيا.
يعني ده مهم، وده أيضا هو السبب الذي دعا مصر في مؤتمر جدة اللي هو أنشئ فيه التحالف لمقاومة الإرهاب، إلى أن هي تقول للأمريكان اللي هم قادوا هذا التحالف، إذا كنتم جادين في مقاومة إرهاب داعش فعلا فعليكم أن تعرفوا أن هناك أطرافا في الإقليم يغذون هذا التنظيم ويمولونه طول الوقت. وإذا كنتم أنتم جادين أيضا في مقاومة الإرهاب هذا التنظيم، فالإرهاب لا يتجزأ، إرهاب الإخوان في مصر هو نفسه إرهاب داعش. وعلينا هنا إحنا نتذكر أنه يوسف القرضاوي في الدوحة قال أن أبو بكر البغدادي كان إخوانيا، كان إخوانيا. يعني هذا اعتراف ربما هو نادم عليه الآن، ولكن ربما أراد الله سبحانه وتعالى أنه يكشفه، أنه يبين أن هذا التنظيم اللي عمالين هم يعني هو جزء من هذا الخرف، أنه خلاص كل الكلام خارج السيطرة. لا يعني ده يبين إزاي أنه هذا التنظيم اللي العالم كله، طب أنتوا إذا كان داعش فرع والإخوان أصل، فالأولى أنه كنتم تقوموا الأصل مش تتكلموا عن الفرع. ما هي كلها طبعا يعني استراتيجيات أوباما ضد الإرهاب كلها شيء منطقي، وهذا نسكت عن الحوثيين مثلا، أليسوا جماعة تحمل السلاح في مواجهة سلطة دولة؟ قصة كبيرة. محدش بيتكلم عن دي بالزبط، دي فيها حكاية كبيرة جدا. لكن أنا بتكلم عن أنه إذا كان يوسف القرضاوي بنفسه وبلسانه يعترف أنه قائد ولا زعيم تنظيم داعش كان إخوانيا في أصله، فهذا معناه أنه اللي بتتكلموا عن إرهاب داعش، داعش ده فرع لكن له أصل وله أم موجود في القاهرة اسمه جماعة الإخوان. فعايزين تقوموا الإرهاب، وسعوا الدائرة زي ما مصر قالت، واتكلموا على الإرهاب كقضية واحدة مش كقضية مجزأة. وإلا هيفضل موقف مصر كما أعلنته دون تغيير، موقف مصر واضح جدا، دعم لوجستي معلوماتي، تسهيل لمرور القوات المشاركة أو التمويل، ولكن عند هذا الحد ونتوقف. لكن ده من ناحية الدعم للتحالف، لكن قبل كده القاهرة عندها رسالة في منتهى الوضوح، أنه عايزين تتكلموا عن الإرهاب قوموا أصل الإرهاب مش فرعه. نمرة 2، عايزين تتكلموا عن الإرهاب اتكلموا عن الأطراف الإقليمية التي تغذي الإرهاب في المنطقة، وهي أطراف معروفة للأمريكان والغير الأمريكان. هاي والرئيس امبارح في كلمته قال إن احنا بنحارب الإرهاب على أرضنا داخل الحدود. أشكرك جدا أستاذ سليمان جودة الكاتب الصحفي الكبير، شكرا لصحبتنا في هذه الجولة السريعة عبر مانشيتات الإصدارات الصحفية لنهار الخميس، وشكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، وتصبحوا على خير.